هذا واستمرت عمليات صرف المقررات التموينية الشهرية للمواطنين وسط إجراءات احترازية لمنع الازدحام والتكدس، حيث أشاد المواطنين بتوافر جميع السلع وتيسر عملية الصرف. التموين متوفر كويس وكل حاجة بناخدها حلوة وبناخدها بالأسعار اللي هي المظبوطة بصراحة. هم موفرين هنا كراسي والناس تقعد عليها وبتاخد دورها، بس هو يعني القصة كلها في الجمهور نفسه، هو اللي يعني مش قادر يسيطر على نفسه شوية في موضوع النظام شوية. متوفرة وبكثرة، واللي انت عايزه بتاخده من التموين، ما بيقولوش لا خد ده ولا خد ده. اللي فوق 50 سنة عملنا تروسيكل مخصوص، بنروح ناخد من عندهم البطاقة، بنيجي نضرب البطاقة وهو يكون كاتب الحاجات اللي عنده وبياخدها، ابني بياخدها بيروح يوصلها لحد عنده البيت. من جهة في سهولة في الصرف، ستك شايفة كل حاجة الحمد لله متيسرة، والله ما مجاملة حقيقة. يكفي ان احنا الدولة الوحيدة يا عالم اللي بنصرف تموين، ودي بلا فخر، وغني وفقير.